المساهمة في تحقيق الأمن المحلي والدولي ومكافحة الجريمة من خلال التعاون والتنسيق والمتابعة مع أجهزة إنفاذ القانون وتمكين العاملين والتوعية بالأساليب الجرمية الحديثة، رسالة تبنتها إدارة الشرطة العربية والدولية الإنتربول الأردني. في هذه الحلقة الخاصة سنسلط الضوء على إدارة من أهم إدارات الأمن العام نظراً لحساسية العمل فيها ودقته. كونوا معنا في هذه الحلقة، أهلاً بكم. إدارة الشرطة العربية والدولية تم استحداثها عام 1997 نظراً لحاجة مديرية الأمن العام إلى وجود إدارة متخصصة في إدامة التواصل والتنسيق مع كافة مكاتب إنتربول في مختلف دول العالم، أيضاً التنسيق مع شعب الاتصال في الدول العربية الشقيقة المنطوية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وايضا نظرا لحاجه مديريه الامن العام لوجود اداره متخصصه لادامه التواصل مع المؤسسات الامنيه في مختلف الدول العربيه. واجبات اداره الشرطه العربيه صحيح هي واجبات ذات طبيعه خاصه، فهي واجبات تنسيقيه بالدرجه الاولى، واجبات شرطيه تنسيقيه، فهي الذراع الامني الذي يمتد خارج أرض الوطن لملاحقة ومتابعة الأشخاص المطلوبين والتنسيق مع شعب الاتصال ومكاتب الإنتربول لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص وتوديعهم إلى الجهات القضائية. إضافة عندنا متابعة ملفات الاسترداد بخصوص الأشخاص المضبوطين، استقبال الشكاوى من الأخوة المواطنين، استقبال الشكاوى عبر القنوات الدبلوماسية والتحقق منها، مخاطبة الدول من خلال مكاتب الإنتربول والتحقيق في هذه الشكاوى ورفعها إلى الجهات المختصة. الصحيح إدارة الشرطة العربية والدولية تعمل على خطين أو جانبين متوازنين، فهي من جهة مكتب إنتربول عمان تحت مسمى المكتب المركزي الوطني لعمان، وهذا ينطوي تحت مظلة الأمانة العامة للإنتربول، والتواصل مع هذه المكاتب الانتربول في دول العالم يتم من خلال منظومة اتصال دولي تسمى منظومة I-24/7. هذه المنظومة توفر بيانات خاصة بالأشخاص المطلوبين وبالجوازات المزورة وبالسيارات أيضا المسروقة وغيرها من البيانات المهمة في عمليات المتابعة والتحقيق في الجرائم. بالاتجاه الموازي احنا هون في دار الشرطة العربية شعبة اتصال عمان ضمن المنظومة المنطوية تحت مظلة مجلس وزراء الداخلية العرب واللي مقرها في تونس. تحت هاتين المظلتين تعمل إدارة الشرطة العربية والدولية من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الدول خدمة للوطن وخدمة للمواطنين في متابعة قضاياهم وحقوقهم
من خلال طبعا طلبات قانونية من الجهات القضائية. رامي بيك، حكينا لو سمحت عن آلية عمل قسمي الشرطة العربية والشرطة الدولية. نحن نعمل من خلال إصدار إذاعات البحث. إذاعة البحث يتم إصدارها من خلال منظومة الشيخ زايد بالتعاون ما بين الدول العربية ضمن اتفاقية الرياض التي صادقت عليها كافة الدول العربية. هذه الاتفاقية تعني في التعاون في مجال القضائي والمجال الشرطي في لجلب المطلوبين للسلطات القضائية. حال استكمال أيضا المعلومات الخاصة في إصدار إذاعات البحث يتم إصدارها وتعميمها على كافة الدول العربية ليصار للبحث على الأشخاص المطلوبين بموجبها لعرضهم على السلطات القضائية للنظر في تسليمهم. بحب أذكر أنه في الأونة الأخيرة تلقينا العديد من القضايا وبالأخص قضايا الاحتيال. احتيال يكون في الدولارات المزيفة، عرض دولارات مزيفة للبيع، أيضا عرض أثار مزيفة على أساس أنها حقيقية للبيع، بالإضافة للاحتيال بالشعوذة. من جانب آخر نتلقى كثير من الشكاوي بما يخص الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الابتزاز عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي مع انتشار هذه الوسائل يقع العديد ضحايا لبعض الأشخاص والذين يحصلون على بعض الصور أو بعض المعلومات عنهم، يتم ابتزازهم الحصول على مبالغ مادية. لذلك ننبه الإخوة المواطنين إلى ضرورة التنبه خلال تعاملهم مع وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تمرير معلومات للجهات الأمنية في حال وقوع ضحية لمثل هؤلاء المجرمين. يتم التعامل مع هؤلاء المطلوبين من خلال استقبال أوامر بالقبض من سلطاتنا القضائية، بحيث يتم استكمال كافة المعلومات الخاصة بالتعميم مع هؤلاء الأشخاص المطلوبين وأرسالها للأمان العام للإنتربول لدراستها من قبل اللجنة القانونية في الأمان العام. وحال إقرار هذه المعلومات يتم إصدار نشرة دولية حمراء، هذه النشرة يتم تعميمها على كافة الدول العاملة تحت مظلة الأمان العامة للإنتربول التي يبلغ عددها 190 دولة. كنا السيدة عن دوركم في قسم الاتصال والمعلومات الدولي. واجبات هذا القسم التدقيق على جميع جوازات السفر المزورة وجميع جوازات السفر المفقودة من خلال منظومة على المعابر الحدودية. أي شخص يقوم بالقدوم إلى المملكة الأردنية الهاشمية يقوم هذا النظام بالتدقيق على رقم الجواز السفر، فيما إذا كان مسجل على القواعد البيانات سواء في قواعد بيانات I-24/7 أو على منظومة الشيخ زايد فيما إذا كانت مسجلة بأنها مزورة أو مفقودة. أيضا من واجبات هذا القسم تدقيق جميع المركبات الواردة إلى المملكة الأردنية الهاشمية قبل التخليص عليها داخل المملكة، والتأكد فيما إذا هذه المركبات يوجد بحقها تعميم دولي أو أنها مطلوبة إلى أي جهة خارجية أخرى. أيضا هذا القسم يقوم بأعمال بعد استقبال جميع الطلبات أو النشرات إلى هذا القسم، نقوم بالدرجة الأولى بإرسال هذه النشرات إلى قسم الترجمة، كون اللغات المعتمدة في منظومة الشرطة الجنائية الدولية هي 4 لغات: اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية واللغة الفرنسية. حكينا لو سمحت عن آلية عملكم في هذا القسم. يتم في قسم الترجمة استقبال النشرات والمراسلات التي يتم إرسالها من جميع المكاتب المركزية الأعضاء في الأمان العامة باللغات 4 المعمول بها، وهي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية بالإضافة إلى اللغة العربية، حيث يتم العمل على ترجمتها وإرسالها وتوزيعها إلى الأقسام المعنية. بالإضافة إلى ذلك يتم إرسال الردود من خلال منظومة I-24/7، حيث يتم إرسال الردود المتعلقة بالقضايا بين الدول الأعضاء ومكتب إنتربول عمان بعد أن يتم ترجمتها وأخذ الموافق عليها من قبل الضباط الإدارة العامين هنا. في فجار كبير دنيا.
حدثنا سيدي لو سمحت عن نشرات الانتربول الدولية، وعلى ماذا تدل كل نشرة من هذه النشرات؟ النشرات الدولية تصدر من الأمانة العامة للإنتربول بناء على طلب المكاتب المركزية، والهدف من الرئيسي من هذه إصدار هذه النشرات يعني هي الحد من تنقل المجرمين والقبض عليهم، وكذلك تبادل المعلومات ما بين المكاتب المركزية. طبعا تنقسم النشرات الدولية إلى عدة أنواع وألوان، وهي 8 ألوان، أهمها النشرة الدولية الحمراء وهي التي تعنى بالقبض على المجرم وتسليمه للدول الطالبة، والنشرات الدولية الزرقاء والتي تطلب من خلالها تحديد مكان المجرم وطلب أي معلومات تختص فيه، والنشرات الدولية الخضراء وهي النشرات التحذيرية التي تحذر من شخص أو مجرم معين يمتهن أسلوب جرم معين في هذا الأمر، وكذلك النشرات الدولية الصفراء هي النشرات الدولية التي تصدر من الأمان العام بناء على الدولة الطالبة ولكن تكون محددة بشخص معين اللي هو مفقود، يعني أي شخص مجهول الهوية مجهول مكان الإقامة يتم إصدار فيه نشرة دولية صفراء لتحديد مكانه، وكذلك النشرات يوجد فيه نشرات دولية سوداء وهي النشرات الخاصة بالجثث مجهولة الهوية، وكذلك في نشرات البنفسجية وهي النشرات التي تصدر لبيان إخفاء أسلوب جرم معين وخاصة تختص في قضايا المخدرات وعملية تهريب المخدرات وبين الدول، خاصة بين الدول. حدثنا سيدي عن الدور بتقوموا فيه في فرع الشكاوي والملاحقة. بيقوم هذا الفرع باتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص الشكاوي والاستفسارات الصادرة من التي تردنا عبر الطرق الدبلوماسية والشكاوي المباشرة والشخصية المقدمة من قبل متلقي الخدمة، وعليه يتم مخاطبة الجهات المعنية بخصوص مضمون الشكوى والاستفسارات، وبناء عليه يتم مخاطبة المكاتب المركزية بالنتيجة. الدور اللي بتقوموا فيه كقسم التعاون العربي والدولي وأيضا تواصلكم مع الدول الأخرى في مجال الانتربول؟ نعم، يعمل قسم التعاون العربي والدولي من خلال محورين، المحور العربي والمحور الدولي. المحور العربي اللي هو يعتبر حلقة وصل بيننا وبين شعبة بيننا وبين الأمان العامة لمجلس الوزراء الداخلية العرب. أيضا محور الدولي يعتبر حلقة وصل بيننا وبين المكتب العربي للشرطة الجنائية اللي هي الأمان العامة للأنتربول. يقوم قسم التعاون العربي والدولي بعمل إعداد وتحضير للمؤتمرات والاجتماعات وورش الأعمال والندوات التي تقوم تنظيمها الأمان العام لمجلس الوزراء الداخلية العرب ومشاركة مديرية الأمن العام في هذه الاجتماعات. احنا الان متواجدين في قسم البصمة، احكينا لو سمحت عن هذا الجهاز. ان الغاية المرجوة من هذا الجهاز هو في إدارة الشرطة العربية والدولية اخذ البصمة للمراجعين الذين تردنا في حقهم طلبات تعميم وطلبات استرداد والمبعدين بشكل عام، فكل مراجع يردنا في هذه الإدارة نقوم باخذ البصمة العشرية له وقزحية العين، ومن ثم نقوم بتدوين معلوماته الشخصية على هذا السجل. وأن الغاية المرجوة أيضا من هذا الجهاز هو الحد من انتشار الجريمة واكتشاف مرتكبيها بأسرع وقت ممكن. كما أن من ضمن المهام الموكلة على عاتق هذه الإدارة العمل جنبا إلى جنب مع الشركاء. الملازم يزن النجداوي سيطلعنا على مهام إحدى مفارز هذه الإدارة في المنطقة الحرة، دعونا نتابع. انا غيد يا مرغ وجناتي بترابك ووهبها حياتي، انا غيد يا مرغ وجناتي بترابك ووهبها حياتي، بدروبك كثير حكاياتي مرسوم بارضك خطواتي. حدثنا عن طبيعة عملكم في فرع انتربول الموجود في منطقة الزرقاء. طبعا زي ما انتم ملاحظين يتم استقبال المعاملات من خلال المخلص او مالك المركبة. طبعا المعاملة اما تكون نموذج مخصص للانتربول لإعادة تصدير المركبة خارج المملكة الأردنية الهاشمية زي ما احنا ملاحظين هون، إعادة تصديرها الى دولة الكويت. طبعا المعاملة بتتضمن نموذجي طلب تدقيق مركبات تخليص عليها لغايات الترانزيت، بتضمن طبعا المعاملة نموذج للمعاينة
اللي بتضمن رقم الشاصي اللي هو ما يعرف به رقم تعريف المركبة، وطبعا هنا بتضمن بالإضافة إلى صورة عن الإيداع المركبة أو التنازل، ومن ثم يتم مطابقة رقم الشاصي مع هذه الأوراق اللي هو نموذج الإيداع ورقم ونموذج المعاينة من خلال الملازم خلدون المعايعة، يتم مطابقة الرقم ومن ثم إعطاء الصورة النسخة الأصلية للمخلص أو مالك المركبة، وبعد أن يتم مطابقتها يتم منح رقم صادر وتاريخ اليوم وختمها ختم الانتربول، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية من خلال إدخال أرقام الشاصي أو رقم الشاصي اللي بتضمن في نموذج تطبيق الانتربول إلى قواعد بيانات الانتربول اللي بتغذيها من خلال 190 دولة من دول أعضاء الانتربول، يتم التدقيق عليها فيما إذا كانت معمم عنها كمطلوبة أو مسروقة دوليا عبر قواعد بيانات الانتربول للسيارات المسروقة أو المفقودة، ومن ثم تأتي النتيجة خلال ثواني يتم استخراج نتيجة التدقيق إما تكون مطلوبة أو غير مطلوبة، وفي المرحلة الأخيرة يتم التوقيع عليها زي ما احنا هون من خلال رئيس الفرع أو نائب رئيس الفرع، يتم التوقيع على المعاملة بعد أن يتم ختمها وأعطاها رقم صادر وتاريخ، وتعطى النسخة المختومة والموقعة للمخلص أو مالك المركبة ليتم التخليص للسير بإجراءات المركبة من خلال الجمرك وإدارة الترخيص. طبعا مع العلم يتم تقديم هذه الخدمة دون أي دفع أي رسوم أو تكاليف مالية بالمجان. يعني هذا بيقودنا إلى سؤال صغير، انه اذا بين هاي المركبه مسروقه شو اجرانا احنا كانتربول؟ طبعا احنا في حال انه تبين ان السياره مسروقه او مطلوبه معمم عنها يتم التحفظ على الاوراق وابلاغ مالكها او حائزها الحالي ان يقوم بمراجعه قسم المعلومات والاتصال الدولي اداره الشرطه العربيه والدوليه للتحقيق معه وضبط اقواله، ومن ثم يتم تحويلها الى سلطاتنا القضائيه المختصه للبت بشان تسليم المركبه لمالكها أو لشريها اللي قامت بالتبليغ عنها في خارج الأردن. بالعادة بصادفنا زيك مركبات مسروقة أو معمم عنها؟ نعم يتم يعني معدل خلال كل شهر تقريبا ممكن نتيج سيارة مسروقة أو مطلوبة، فيتم إجراء التدقيق عليها ومخاطبة الدولة اللي قامت بالإبلاغ عن السيارة كمسروقة أو مطلوبة وتحويلها إلى سلطاتنا القضائية المختصة للبت بشأن تسليم المركبة والبت بشأنها قانونياً.